السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. أول حاجة كنبغي نرحب بكاع الناس اللي دخلوا جداد للقناة، مرحبا بكم وشكرا بزاف لكاع المتتبعين ديالي. كنشكركم على الكلام الطيب ديالكم وعلى الدعوات الزوينة ديالكم وعلى التعليقات اللي كتشجعني بزاف، بارك الله فيكم. ودابا غادي ندوز للوصفة اللي غنشارك معكم اليوم، وهي هاد الحريشة. حرشة سائلة كتوجد في 10 دقائق، سهلة ماهلة، كتجي رائعة كيف ما كتشوفوا انتم. كتجي هشيشة وخفيفة وبمكونات بسيطة ودغيا كتوجد. انا نقطع لكم طريف باش تشوفوها كيف دايرة من الداخل، جربوها ان شاء الله ما غاديش تبقاو تستغناو عليها لانها كتستحق تجربة، كتجي رائعة. انا غادي نوريكم من الداخل كيفاش دايره، راه مازال سخونة عرفتي، وهشيشة هشيشة فنة. ديروها مع كويس داتاي هانتوما، شوفوا كتجي فنة غزالة ولذيذة بزاف، متبعوش منها. كنتمنى تجربوها ونخليكم مع المقادير طريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بالمقادير، ساهلين المقادير وموجودين في كل بيت، يعني ما فيهاش شي حاجة مكلفة. بسم الله، عندي هنايا زلافة ديال السميدة الرقيقة كيف ما كتشوفو هانتوما، السميد الناعم هذاك اللي كنديرو به الحرشة. عندي زلافة بالغرام هي 250 غرام، وعندي زلافة ديال الحليب بارد عادي كتجبدوه من البواطة ديالو، ما كتسخنوه ما والو. زلافه هي 2 كيسان ديال العنبه بحال هكا البنات، القياس ديال هاد الكاس 2 كيسان كيعطوني زلافه. هادي راه هاد الزلايف راهم موجودين حتى هما عند اي واحد. عندي هنايا بيضه، عندي معلقه ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، انا درت غير هاد الزبده ديال البواطه. عندي معلقه كبيره ديال السكر، وعندي نص معلقه صغيره ديال الملحه، و7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، ونص كاس ديال الزيت النباتيه. الكاس البنات كيوزن هذا ديال العنبه، واللي بغى القياس ديال الحليب بالمليليتر هي 300 مليليتر ديال الحليب. صافي هادشي اللي فيها. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. طريقه سهله البنات، كناخد السميده ديالي ها هي، غنحطها هنايا في هاد الاناء، غادي نحط عليها المليحه وديك المعالقه ديال السكر. غادي نجيب هاد النص كاس ديال الزيت، نتمنى يكون واضح لكم هاد الشيء، نص كاس ديال الزيت هكا، وغادي نبدا نبسبس بيديا بحال غادي ندير الحرشه العاديه ديال المقله، كنديرو غير برؤوس الاصابع. كنبسبسو هاد الزيت مع السميده ديالنا هكا حتى كيدخل معاها مزيان. صافي كنضيف ديك المعالقه ديال الزبده، خاصها تكون رطبه باش ما تعذبكمش. شي باش قلت لكم خرجوها من الثلاجه على تيسال. هيا نزيد هاد المعالقه ديال الزبده، وغادي حتى هي ندخلها ديك السميده حتى كتشربها مزيان هكا. ساهله، غير في الوقت اللي نتوما ديروا الماء يطيب الاتاي كتخلطوها دغيا كتوجد وكتجي رائعه، تجي هشيشه وخفيفه بزاف. صافي ها هي دابا خلطتها. غادي نجيب ديك البيضه اللي كندير معاكم مباشره، بيضه ونخلطها حتى هي هكا غير بيديا. صافي غادي نخوي الحليب والخميره. غنجيب الخميره، 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه هي معلقه صغيره ديال الخميره. هيا وغادي نجيب الحليب، بسم الله، ونبقى نخوي هكا وانتوما كتخلطوا. اي هكا بيدي، اللي بغى يدير داك الفوي ديال اليد يديرو. انا غادي نخلط غير بيديا حتى
تخافوش منها، واخا تشوفوها جاريه راه هي حرشه سائله. من بعد راه غادي تشرب، ما تجيو فين تحطوا المقله تسخن حتى غادي تكون شربات داك الحليب هكا صافي. كديروا لها هكا ما يبقاو فيها حتى شي تكتلات، مابقاش مكوره. هنا غادي نجيب المقلات فين غادي نخبز هذيك الحرشه ديالي، فين غنطيبها. غنحط فيها شويه ديال الزيت، ندهنها بشويه الزيت كامله. هانتوما كدهنوها مزيان بالزيت باش ما تلصقش لكم هذيك الحرشه ديالكم. هكا نحاولوا ندهنوا حتى الجوانب. وغادي نرشها بالسميد، هذاك نيت اللي درت السميد الرقيقه، كنرشها مزيان هكا. ها هي ترشوها مزيان صافي. وغادي نخوي فيها الخليط ديال الحرشه وغادي نديها فوق النار. غادي نخوي هذا الخليط هكا بسم الله. شتو راه كيشرب؟ ما كتجيو فين تجمعوا هذاك البوطاجي ديالكم وتجيبوا المقلات وجدوها، كتكون شربات، كتبقاش زعما جاريه بزاف. لهذا قلت لكم ما تخافوش منها، واخا تشوفوها جاريه ما تخافوش، غادي تشرب ما تبقاش زعما سائله بزاف. صافي ها هي دابا غنديها فوق النار وغنوريكم كيفاش طيبوها. هنا البنات هانتوما كتشوفوا النار تكون مهيله، ضروري كنحطها على نار مهيله. ها هي وغادي نخليها حتى كتقبط راسها مزيان، وندير ليها الغطاء. تغطيو هاد المقيله ديالكم غير تسخن وتغطيوها. انا دابا غنتسنى عليها تسخن وغادي نحط عليها الغطاء ونخليها حتى كتشد راسها مزيان، والنار تكون مهيله البنات، لان الا درتوها النار مجهده غادي تحرق من التحت وما غاديش طيب من الفوق وغتعذبكم. لهذا ضروري تكون النار مهيله وتغطيوها وتخليوها على خاطرها طيب. هانتوما البنات كتخليوها حتى كتبدا تشد في راسها، ودابا وراه مازال شفتوا كتبدا تبان لكم بدات كتشد راسها، تخليوها حتى الفوق كينشف ليها الوجه ديالها، عاد كنقلبوها. وما تخافوش عليها من التحت راه ما كتحرقش. صافي غنخليها بلاتي شويه تنشف وعاد غادي نقلبها ونكمل معاكم. هانتوما البنات شوفوا ها هي هنايا نشفات صافي، شفتوا ها هي. دابا غادي نشدها، انا لكم الطريقه. كتجيبوا شي طبصيل ولا شي غطاء ولا اللي عندكم، غادي نحاول نحيدها غير بشويه باش ما نهرسهاش. بسم الله ننزلها في الطبصيل بحال هكا، شفتوا بحال هكا صافي. ونعاود نشد هذيك المقله ونقلبها على هكا بلاتي باش ما نتحرقش. نشدها هكا وغادي نقلبها بحال هكا صافي. ها هي تقلبات شفتوها، ما كتحرق ما والو، كتحمر زوينه ها نتوما. وغادي نرجعها فوق النار حتى كتكمل الطياب ديالها، طيب على الوجه الاخر صافي. وها هي موجوده هاي البنات. هنا من بعد ما قلبتها طابت على الوجه الاخر صافي. انا غنحطها دابا في طبق التقديم هكا، نقلب على هاد الوجيه صافي ونحطها نقدمها بالصحه والراحه. ها نتوما ها كيفاش كتجي، كتجي رائعه وهشيشه كما قلت لكم دغيا كتوجد البنات. ها نتوما شوفوا عرفتي واحد الهشاشه فيها خفيفه، فنه فنه. تاكلوها مع الزبيده ولا مع عسيله ولا مع شويه نتيلا للوليدات، ولا دهنوها بالفرماج ولا اللي بغيتو، نتوما لكم الاختيار. انا غنقطعها ونوري لكم من الداخل. ديروها مع كويس تاتاي، تعطيوها لوليداتكم ولا للضيوف ديالكم، كتجي غزاله. انتم عرفتي هشيشه ورطبه وخفيفه
كما قلت لكم مع الزبده مع اللي بغيتو. الا عجبكم البنات الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم شاركوها الاحباب والاصدقاء، وخليوا لي التعليقات ديالكم اللي كتشجعني بزاف بزاف. شاركوا الاهل والاحباب وما تنساونيش من صالح الدعاء. والى وصفه قادمه باذن الله. السلام عليكم.